السلام عليكم. انا دلوقتي هكمل على الجزء اللي بدات فيه رندا. دلوقتي ده الجزء بتاع الراسبري باي، فهبدا. هيبقى يعني في اكتر من جزء. اول حته هنتكلم فيها عن الراسبري باي والكاميرا اللي واصله بيه، فهجرب دلوقتي ان انا اخد صوره باستخدام الكاميرا بتاعه الراسبري باي، والصوره بتاعه الراسبري باي هتبقى موجوده في الفيديو بس قدام شويه. فنجرب دلوقتي. كده المفروض الصورة اتاخدت خلاص، فالمفروض ان هي دي الصورة اللي احنا هنستخدمها بعد كده في الديتكشن عشان نطلع منها مكان الترافيك لايت واللون بتاع اللمبة اللي منورة. الجزء التاني من الفيديو هو الجزء الخاص بتشغيل اليولو على الراسبري باي. فهنا في الفولدر ده هو الفولدر بتاع اليولو، والصور المفروض يتعملها ديتكشن هي 1 و2 بتوع الترافيك لايتس. فهرن الكوماند اللي المفروض يديتكت الكلام ده. هو دلوقتي بيشتغل، فهياخد شوية وقت بس لحد ما يخلص. فأنا هبوز الفيديو كده لحد ما يطلع الاوتبوت. هو كده خلص خلاص، المفروض ان هو نجح في الديتكشن. ومفروض دلوقتي ان تبقى الصورة طالعة فيها الترافيك لايت ديتكتد. بس في مشكلة بتحصل دايما في الراسبري باي، وبرغم ان مفيش اي ايرورز بتظهر في التيرمينال، لكن الديتكشن مش بينجح. ساعات كان بتحصل مشكلة بسبب الميموري كان يقول صغيرة او كده، لكن للاسف الاوتبوت ما كانش بيرضى يطلع على الراسبري باي برغم انه كان طالع على اللينكس في الجزء الاول من الفيديو. فدي مشكلة اللي معرفناش نحلها، لكن عرفنا ان احنا ننجح ان احنا نران اليولو على الراسبري باي من غير ايرورز، لكن الديتكشن هو اللي مكانش بينجح بس. كده اعتقد هيبقى فاضل بس الصورة بتاعت السيت اب نفسه او الراسبري باي. وكده نكون خلصت الفيديو. وشكرا.